قبل عمل سمع الرأي أم غريب شوية مش المحرود أكيد يعني. صباح الخير، عزيكم عاملين ايه؟ طبعا بقالي فترة طويلة جدا انا مختفي، منزلش فيديوهات بس بسبب ظروف الشغل والجامعة زعمة بنذاكر. مهم النهاردة انا جايلكم في فيديو جديد، والفترة الجاية هعمل لكم فيديوهات كتير حلوة، استنونا يلا بينا عشان ما نتأخرش. وصلنا الجامعة، طبعا طلعت عندي اول حاجة التيبي ديسا اللي هو الرسم، انا بزهق منه الصراحة، بس مش بزهق منه هو نفسه، انا بزهق من التيبي لان التيبي بيبقى طويل والبروف بيطول قوي يعني. المهم يلا بينا نلحق عشان ما نتأخرش، احنا وصلنا يعني كويس، انا طلعت وانا شوية فاضل برضو شوية ونبدأ يلا عشان ما نتأخرش. انا بدرس في البتوع دول اللي هناك دول، طبعا مش المحرود اكيد يعني، دول اللي شالي. هيا بنا نشوف. ودلوقتي خلصنا التي بي ديسا طبعا بعد تعب وطول انتظار وزهق وملل وخنقه. مهم احنا طبعا زي ما معروف الجامعه والدراسه بتجوع، وده اكتر وقت انا بحبه في اليوم الدراسي بتاعي. تابعونا بقى عشان نشوف النهارده هناكل ايه، يلا بينا. طبعا احنا على طول بناكل شاورما وناكل الاكل التقليدي بتاع الفاست فود والفريت اومليت ده. المره دي قلنا بقى ايه نغير، ناكل عفسه او حاجه تقليديه وشعبيه في نفس الوقت. تعالوا نجرب شو هناكل النهارده. النهارده هناكل كسكسي بالايه ده؟ بالقمح هذاك. لا بالجلبانه. هذا بالجلبانه بالبازيلا. بازيلا. وده كسكسي بالشعير وعلى الوش زبدة، تمام. وده لبن عادي اللي هو هنا اسمه حليب ولا ده ايه؟ لبن. لا ده اللي هو لبن الرايب عندنا. انتوا بتسموه كده؟ عندنا لبن الرايب وهنا عندهم اسمه لبن. وده حاجة هنا اسمه الرايب، لكن ده اللي هو بالنسبة لمصر دي المرحلة قبل عمل صنع الرايب. خلينا ندوق ونشوف ايه الحوار. هو طعمه غريب شوية، أنا عارف الكسكس الأبيض عادي بس طعمه غريب، بس الزبدة حلوة، أنا معايا عاملة ميكس لطيف. ممكن أجرب بقى إيه شوف الفرق بين ده وده. لا ده طعم الشعير طغي في الموضوع شوية، طعمه تقيل هذاك. ده طعمه أتقل. جربه بده. ده الشابو جنبه ولا عامل ايه؟ زي ما انت عايز. يعني ده انت بتعمل ايه؟ ده بيشرب برضه؟ لا ده بالمعلقه. لا حط جامد. ايوه دوس جامد يا ابني. حطه هنا؟ حطه هناك وكل. مش الطف حاجه بس مش عاجبني. طعم الراب تقيل، طعم الراب غريب. انا بالنسبه لي لبن الراب هو احلى بكتير. مش شوف كده ده جميل، ده لبن الراب متعودين عليه المسس اللطيف ده، لكن ده ما اعرفش انا حسيته غريب شويه. بس هو الموضوع عموما الاكل ده حلو يعني، مش تقيل ومش وبيشبع ورخيص بالنسبه للاكل اللي عم تلعب بره. دلوقتي بعد ما خلصنا اكل معادنا مع التيبي التاني، عندي تيبي انفورماتيك اللي هي كمبيوتر يعني، يلا بينا عشان ما يتأخرش، احنا تقريبا بدأوا والله اعلم. يلا بينا. تيبي كان ممنوع التصوير، ما رضيتش اصوركم ولا اي حاجه جوه. بس كده احنا خلصنا يومنا في الجامعه، وكده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. ان شاء الله يكون عجبكم واستمتعتوا معايا في الفلوج بتاعنا. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتقولوا رايكم في الكومنتات عشان تستنوا مني فيديوهات كده هي كتير حلوه. السلام عليكم.